عم تشوف هون زور بريس، زور بريس عم يلعب مع المدرب جون ساعد ومايك فريزر. اي لاف ذيس جيم. النادي الهوفيت من اربع نقط عم يتقدم 4-0 باول دقيقه، لكن الرد سريع. كيتين جيا بمر لجيمي، جيمي بسدد على الارك، سجل السله. رشاد باكيت، رشاد باكيت بيخترق السله. رشاد باكيت كان تركيز كمان محاوله ثلاثيه هالمره شاط للباو جاب سجل من نباس. كندي على الديفنسيف ريباوند اول ذا واي، بيروح على السله مايك بسجل. قديم سعيد كمان بيخترق لسعيد، حلو هداف المباراه حاليا. رشاد مكان عم يفرجينا بالفعل، عم يفرجينا لاعب مميز جدا. يعني كيفن بيكي على مريعه التبديل وباس الفرجي. كيفن سبيتني كمان عم يسجل. عرفت طلع برا عند كابن يلي كمان بسدد وبسدد. هيدي المسألة لهلا ممكن بأي لحظة يلاقوا حالهم، بس كمان مش ببلشوا بوبن على الشان. بسدد مكان بيعمل درايف على السلة وبوبن بتوصل لمايكل فريزر يلي بيروح على السلة وبسدد لبرا عند كابن بيك. لاعب طويل كابن بيك مهم جدا. وهيدي بتنجح بسدد مكان بفاز الريموند وبوصلها لجيمي سالم. باسكت عند جيمي سالم بطريقة عارفة تركيز. تسديدة من محل كتير بعيد، حداشر نقطة لك. رشاد باكيت وصلها لمايكل فريزر اللي بيروح على السلة. باسكت إلا مايكل فريزر. سالم بحاول يمرر مقطوعة من دفاع فريق شوبير. بس الموجي بيطلع الطابة، بس الموجي وبسجل. على ما عندنا خيار ولا حيقدر يبين. لازم اللاعب على طول يختار المكان اللي بيصير صعب. أربع أخطاء مثل مش نديم. سباك بسجل. سباك دجيا نقطة الخامسة. حسن مكان كان بسجل التسديد. بسجل بدل يكون الأخير. سباك دجيا سباك بسجل 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 سباك. بلاش سبورت كان بسجل محل كتير بعيد. لا 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 يا كان يا كان كان بسجل 17 نقطة. كيفن بينكني بسجل. كيفن بسجل.